جولة في مدينة جرمان، وجه محافظ ريف دمشق حسين مخلوف مديرية الصحة بتزويد المستوصف الشرقي بالمدينة بعيادة عينية كاملة وبجهاز لغسل الكلية كفيلين بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. واطلع مخلوف خلال الجولة على سير الأعمال في المراكز الصحية في المدينة وعلى عملية التلقيح الوطني فيها، واستمع إلى المواطنين عن الصعوبات التي يعانون منها، داعيا للتعاون بين المواطنين وبين المحافظة بغية رفع سوية الخدمات والنظافة.